السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد واللي كيتعلق هنا بتصحيح مباراة تفتيش 2020. طبعا مسلك السيد الابتدائي نبداو بالتمرين رقم واحد. نعتبر في معنى متعامد ومنظم، يعني أن أو إي كتساوي أو جي، وطبعا متعامدين بحيث كتساوي لنا 1 سنتيمتر. ونعتبر مستقيم دي ذو المعادلة 1 على جوج إكريك كتساوي أ إكس زايد بي. طبعا ا و بي عددان حقيقيان كيتم الان. ونعتبر النقطه ا 0 2 هو بي 3 4. السؤال رقم واحد، حدد ا و بي لكي يمر المستقيم دي من ا و بي. اذا اول حاجه مستقيم دي، انا طريقه الاجابه ديالي اول حاجه نضرب كلشي في جوج، ما نخليش في كسر بحال هكا 1 على جوج اي كتساوي لنا ا اكس زائد بي. نضربو كلشي في جوج، ولينا هنا إيكغي، وهنا تولي جوج أ إكس زائد جوج بي. ضربت هنا في جوج، ضربت هنايا في جوج، بسطتو، مخليتش عندي هاد الكسر. حدد أ و بي لكي يمر من أ و بي، بمعنى أن النقطة أ كتنتمي له، والنقطة بي كتنتمي له. إذا عندنا أ شحال عندها؟ صفر جوج تنتمي إلى دي، ونعوضو إيكغي بجوج، ونعوضو إكس باش بزيرو، عطينا جوج أ في صفر زائد جوج بي. عاد شلنا هادي عتقلنا جوج كتساوي جوج بي، حنا لقينا بي بي كيساوي لنا جوج على جوج اللي هو واحد. إذا حنا كتعتقد تخرج دو نظمة، ولكن خصنا ساهل دابا باعتبار هاد الزيرو ساهل نخدمو. بالنسبة لبي، إذا بي شحال عندها؟ ثلاثة أربعة تنتمي إلى دي. رجع المستقيم ديالها هو إكري كيساوي شحال؟ جوج أ إكس زائد شحال؟ جوج بي، وبي شحال لقينا؟ واحد، يعني جوج بواحد هي جوج. إذا نعوضو إكريك بربعة، ونعوضو إكس باش، طبعا جوج أ في نعوضو إكس بثلاثة زائد جوج، غنجيبو هادي لهنا، عطينا ربعة ناقص جوج كتساوي لنا ستة أ، يعني أن جوج تساوي لنا ربعة ناقص جوج، تساوي لنا ستة أ، أي أ شحال كتساوي لنا؟ جوج على ستة اللي هي واحد على ثلاثة. إذا ها قيمة أ وها قيمة بي. طبعا القيمة أ واحد على ثلاثة، والقيمة بي واحد. نمر إلى السؤال الثاني. بعد ما نكتبو هادو في هنا باش ما نساوش، أ كتساوي لنا واحد على ثلاثة و بي واحد، هادو ربما نحتاجوه. عنمشيو دابا إن شاء الله السؤال رقم 2، استنتج معادلة كاملة ديال دي. إذا لقينا أ و بي نعوضو بهم. عندنا شحال لقينا؟ عندنا ناقص واحد على جوج إكريك شحال كتساوي لينا؟ قلنا أ شحال؟ واحد على ثلاثة إكس، و بي شحال؟ واحد. نضربو كلشي في جوج، عطينا إكريك كتساوي، ضرب كلشي في جوج، جوج على ثلاثة إكس زائد جوج. ممكن نجيبو هذا لهنا، عطينا هي جوج على ثلاثة إكس ناقص إكريك زائد جوج كتساوي صفر. إذا هذه معادلة مختصرة، وهذه هي المعادلة الديكارتية اللي كنشوفو في سينكام أني. ولا أنشئ السؤال كان هنا، أنشئ الإنشاء كان سهلة، يكفي أن ننشئ أ أو بي، يكفي أن ننشئ أ أو بي. ها معلم متعاملها أو، ها إي، ها جي. دونك هنا جوج، هنا ثلاثة، وهنا جوج، هنا ثلاثة، وهنا لي موان، موان زان، موان دو، موان زان، موان دو، وهكذا. إذا شحال عندنا أ؟ صفر جوج، ها صفر مع جوج، ها أ. و بي ثلاثة أربعة، ها ثلاثة، طبعا مع أربعة، أربعة هنا. إذا هادي بي، هو الرسم المستقيم، هذا هو المستقيم دي. يعني من نقطتين يمر مستقيم واحد، إذا رسمنا أ و بي، وأ و بي كيمر منهم مستقيم. إذا رسمنا مستقيم. السؤال الثالث أو ث، حدد حسابيا إحداثيات سي التي تمثل تقاطع الدي والمحور الأباسيل. إذا إحداثيات قلنا سي اللي هي نقطة تقاطع المستقيم دي ومحور الأفاصيل. واخا، أول مستقيم دي عندنا
واحد عندنا إيكغي كتساوي قلنا جوج على ثلاثة إكس زائد شحال؟ جوج ياك، وهذا مستقيم دي. دابا تقاطع مع الأفاصيل يعني إيكغي كتساوي زيرو، تقاطع مع الأفاصيل يعني هذا إيكغي مكيناش، مكينش أورتو، بمعنى غنديرو إيكغي كيساوي صفر، أي أن جوج على ثلاثة إكس زائد جوج كتساوي لنا زيرو. ديالي ليا جوج على ثلاثة إكس كتساوي ناقص جوج، إذا إكس شحال كتساوي؟ ناقص جوج فوا المقلوب ديال هذا، ثلاثة على جوج مكيمشي ليها، كنضرب المقلوب ديالو، كتمشي لنا هادي مع هادي تبقى لنا ناقص ثلاثة، إذا نسيتي شحال عند الأسطر؟ ناقص ثلاثة، والأرتوب زيرو، بمعنى التقاطع مع محور الأفاصيل كنحل المعادلة هادي كتساوي زيرو، كنعطيو إكس دائما كيساوي زيرو، علاش؟ لأنه تقاطع مع محور الأفاصيل، مكيناش الأرتوب. دابا السؤال الموالي، حدد احسب قيمة أ و ب لكي يسار مستقيم دي مرة من أ و موازي محور الأفاصيل، وازينا محور الأفاصيل، عطيكم واحد الرسم صغير كيوازي محور الأفاصيل هو بحال هكا، كيكون إكري كيساوي شي حاجة متكونش عنده إكس، كيوازي محور هذا هو محور الأفاصيل، هذا محور الأفاصيل، بمعنى باش يوازي محور الأفاصيل إكري كتساوي عدد أ ولا ب، المهم إكري كتساوي عدد، هذا غير تذكير. إذن المستقيم إكريك شحال كيساوي لنا أصلا؟ ضربنا كلشي في جوج، جوج أ إكس زائد جوج بي، هذا هو المستقيم دي. إذن باش يكون توازي محور الأفاصيل دي يوازي أو إكس محور الأفاصيل، يعني أن هذا كيساوي صفر، أن جوج أ كتساوي لنا صفر، أي أ شحال كتساوي لنا؟ صفر، صفر على جوج. وبالنسبة لبي بما أنه يمر من أ في ديال أ، هي يعني كيمر من أ، ها هو إكري كتساوي لنا شوية حنا جوج بي، كيمر من أ، نعوضو إكري باش؟ بجوج، جيد، وطبعا ما عندناش إكس، إذا بي شحال كتساوي لنا؟ واحد، إذا قيمة بي هي واحد وقيمة أ هي زيرو، باش يوازينا محور الأفاصيل، باش يوازي محور الأفاصيل هادي ما تخصهاش تبقى هادي أصلا، خاص أ تساوي زيرو. ها كل مستقيم يوازي محور الافاصيل معادله تتم الشكل التالي، اي كيساوي ا، بمعنى الا كان عنده هو اي كيساوي ا اكس زائد بي هذه ما كتبقاش، يعني ا كتساوي زيرو حتما، بقى لنا اي كيساوي لنا بي. احسب المسافه، طبعا دابا غنحسبوا المسافه او بي، وكانت سهله وما عندهاش كاع علاقه مع الاسئله الاخرى، كان الحقيقه سهله هذه بزاف، او بي كتساوي لنا جذر المربع اكس بي ناقص اكس او تو كاري زائد اكريك بي ناقص اكريك او تو كاري. اذا وكنعوضو ديال بي شحال عندنا؟ 3 ناقص 0 حيت او عندها 0، 3 اس 2 و 4 ناقص 0 4 اس 2 اللي هي طبعا 9 زائد 16 اللي هي 25 اللي هي 5. لو كانت عندنا طبعا بالسنتيمتر او بي، المسافه او بي كتساوي لنا 5 سنتيمتر، هذه المسافه، وباعتبار ان عندنا او اي الوحده هي السنتيمتر، اذا غتكون عندنا 5 سنتيمتر. اذا هذا بالنسبه للتمرين رقم 1.